This is a major milestone for Mishkah. Mishkah was established in 2003. Ez-Zitouna University was established in the 737 year AD, the 120 years after the migration of the Prophet. أيها الإخوة الأفاضل في الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية جامعة مشكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية خالصة من جامعة الزيتونة من أساتذتها وإدارتها وطلبتها وإطارها الإداري إلى هذه الجامعة الفتية بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن معتزون بهذه الشراكة العلمية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن الذي كان بالأمس حلما أصبح اليوم حقيقة واقعة. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا وعلى الجالية المسلمة في هذه البلاد وعلى كل مستفيد من الجامعة فوق أي أرض وتحت أي سماء. إننا نتوجه بهذا الخطاب إلى قيادات الجامعة الإسلامية جامعة الزيتونة لكي نقول لهم في هذا الحفل الكريم من وراء البحار ومن شقيقة لكم في العلم والإيمان تشارككم في حمل مشعل الحضارة الإسلامية في الشمال الأمريكي. والعلم رحم بين أهله. تأتيكم هذه التحية المباركة الطيبة من مشكاة. أصحاب الفضيلة والسادة الأجلاء والطلاب الأفاضل والطاقم الإداري في جامعة الزيتونة بتونس الشقيقة والجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الأغر المبارك الذي نحتفل فيه بتتويج هذا التعاون المبارك خدمة لدين الله وطلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها. ونحن نعتز بهذه الشراكة العلمية الثقافية مع جامعة الزيتونة العريقة بتونس صاحبة التاريخ الطويل. من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. قد كسرنا في تعاوننا الصعاب وحدة الأيدي علت نحو سحاب. رأينا اخترنا لنا رأيا سديد اجتمعنا لا فلا نخشى الضباب. من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء. من علو لعلو الارتقاء بين أصحاب قلوب الأتقياء في صعود للمعالي بالهمم قد وصلنا للتميز انقياء.